مكملين أكيد بفقرات صباحنا لليوم مع فقرة كتير مهمة سلمى لليوم، لما نحن منقرب على الامتحانات سواء الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية الإعدادي أو حتى الابتدائي، لكل الناس حتى الأهل خصوصا هن بيعتبروها حصيلة جهود وثمرة تعب، يمكن أيام طويلة من العمل والجهد والتعب. كيف منقدر نكون إيد واحدة بين الأهل والمدرسة لحتى نجتاز هذا الامتحان بنجاح وتفوق وبدون ما نترك أي أثر سلبي على الطفل؟ كيف منخليه يستعد بشكل كامل وشكل صحيح؟ هي أكيد المعلومات رح تجاوبنا عليها الخبيرة التربوية الأستاذة يسرى عباس والمحاضرة في جامعة دمشق والموجهة التربوية أيضا في مديرية تربية دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، أهلا وسهلا يا أهلين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح خيرات يا أهلا. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم موضوع تهيئة الطلاب للامتحانات سواء كانت شهادة الانتقالية أو الشهادات الثانوية، هي من المهمات الصعبة جدا إن كان على الأبناء أو حتى على الآباء. خلينا نبلش بمرحلة التهيئة، شو أهم القواعد لازم يتبعوها الأهل مع أبنائهم؟ طبعا احنا هذه الفترة حاليا كل عام وانتم بخير، يعني عم نهيئ للعيد يعني، بس كمان الأهل في استنفار يعني، رغم أنه فترة عيد وفرح وبسط للأطفال، لكن كمان في عنا حالة طوارئ بالمنزل، خاصة اللي بيكون عندها أطفال، طفل صف أول صف ثاني، يعني إحنا هدول اللي عم بيعانوا صعوبة الأهل الأطفال، يعني الكبار عرفوا واجباتهم، عرفوا العملية الامتحانية صار عنهم، فالتهيئة هي النفسية، يعني إحنا حالة في بعض الأهل بيعلنوا حالة طوارئ، بيفيشوا التليفون، ممنوع الزيارات، يعني شوفوا كيف هن بيخلقوا الرعب، بيصير الطفل بيحطوه بحاله هو مدريان فيها، يعني انا بقول لهم لكثير معلماتي انه هاي اول ثاني ثالث رابع مو عارفانين انه العمليه الامتحانيه انه مهمه ولا، فنحن بنهول، نحن اللي عم نضخم، يعني من نحن اللي عم نحط الاطفال بهالقلق هذا والتوتر، فالتهيئه يجب ان تكون نفسيه، استعداد نفسي، تريحه بانه انت اذا تدربت منيح، شرح ما معنى الامتحان وما اهميته لهالطفل ان كان اول، انه انت عندك هلا هالتمرينات هالتدريبات رح يدربك عليهم، جبت علامات منيحة قديش هتبسطنا، هنفرح منك، وفي عنده بالحارة مثلا أولاد عمه أولاد خالته، شوفي نحن الأهل ما بدنا إياها هي عم تستعد له إنه تقارنه، بجوز يكون هدين كلهم أعلى منه نضج وأوعى مثلا، فهون نحن دائما هي عم تقول له أنت شاطر كل السنة كنت منيح وجبت علامات وأنت كنت منيحة يا بنتي وعم تجيبي علامات منيحة، هلا بدنا نستعد، تكون هي مجهزة دفتر صغير كراس صغير، كان بتعرفوا هي بشو كان مقصر، يعني كل أم بتعرف ابنها مقصر بالخط مقصر بالرياضيات، بتدربوا على الأشياء يعني كان فيهم ضعف، فنحن بتمسك هالدفتر بتعطيه خط بتروح على المطبخ. وعلى فكرة بالنسبة لل يعني بعض الأطفال بيتابع معك بيقدر يركز يمشي معك، لكن في أطفال بتلاقي دغري بيمل وبيترك، فنحن عادة الأم بأسلوب، فنحن الاستعداد بالغرفة بالمكان بالتهوية بالإضاءة بالكتير شغلات جوا المنزل، إنه بدهم إنه شايف هون هتدرس على هالطاولة هاي مشانك جهزناها، شايف هون هالغرفة هالجو الحلو إلى، فالتلفزيون بتحاول الإضاءة الضجيج إلى ما تضل على الموبايل، يعني حقا يعني هلا حاليا التواصل والاتصالات بتخلي الطفل بتنسى الأم، فلذلك حاليا يعني بالنسبة لها الطفل هو حاليا الانتباه وتبصيره واستعداد كامل نفسي من قبل الأم والطالب. طبعا بالنسبة للتربية طبعا في كتير هلا حاليا إعطاء تعليمات للمعلمات بمنهاج يكون يعني هو بالوقت المحدد، في خطة تربوية سبر للأطفال، إعادة المعلومات، مراجعة لهم بهالفترة هي بعد العيد تقريبا إن شاء الله بيتم مراجعة لهم كل هالفترة هي قبل ما يجي الامتحان 18/5 الامتحان، بيكون استعدادات المدارس للامتحانات الانتقالية من الأول للبكالوريا عدا الشهادات، الشهادات منها، فنحن الأهل توتر وقلق وهن اللي بتلاقي عايشين باستعداد يعني كل الوقت عم تراجع له يلا قرب الامتحان، ايه يا بتصير تعطي معلومات يلا دير بالك ها شايف اذا ما جبتوا علامه منيحه يا ويلكم، فنحن الام شو بتجهز لهم اكلات طيبه تنزل له وقته ونومه، خاصه الاطفال الصغار يعني نحن من الاول ل 12 سنه يجب ان يكون يعني 8 تماما الكل نايمين، يعني نحن السهر بياثر على التركيز على الاستيعاب، شو المقصود بالعمل الامتحاني تخزين معلومه ما ينساها يسترجع المعلومات بفتره الامتحان، فانا ابني بعرفه بينسى كثير
بعرفه اذا علمته دغري بينسى، فهون الام اوعى تنسى، شو فيها العباره كلمه اوعى تنسى رح ينسى، فنحن عاده ما تركز تعطي هالعبارات والطفل تحط بذهنه شيء، دائما تقول له انا بحبك كثير وانت اكيد مثل ما جبت لي العلامه التامه وكانت الانسه قايل انك شاطر كثير، فالمعلمات على تواصل مع اهل الطلاب دائما، فنحن تبصيره بقدراته انه انت عندك امكانيه تجيب العلامه الثانيه وتحل الاسئله كلها، وهي كل السنه احنا مدربينك عليها، يعني الطفل دائما الام بتكون عم تدربه، كيف المعلمه بتعطي اسئله واجوبه، فالام بالبيت يجب ان يكون لديها كراس مثل دفتر المعلمه، بتعمل له تحول الدرس لاسئله واجوبه، نفس الدرس يعني احنا مناهجنا كلها اسئله، تكتب له سؤال، هاي التمرين حلل ركب ضع الاشاره حوت الكلمه، بتجيب له نفس نمط اسئله المعلمه، فهتعمل له الاسئله تروح على المطبخ تقول له يلا انا شايفتك بهالمزح، يعني نحن الطفل شوفي ما بيركز 10 دقائق بيكون قام لعب نط عمل كون العابه جنبه، يعني نحن هاي بالنسبه لسبع ثمان سنوات اول وثاني ثالث ممكن صار يعرف يركز ويدرب، الا ماما انا خلصت، فبكون جهزت له سندويشة صغيرة يعني شغلة هيك فاكهة إلى آخره، فنحن الغذاء شوفي الأطفال في عندهم احتياجات خاصة طعام وشراب ولعب، اللعب هو حياتهم، فلذلك الأم هي عم تعلم تشوفي إذا كان صبي كسرت الحركة تشوفي عم ينط عم يعمل، فمعلش تعطي هالمجال هذا، لكن بنفس الوقت بدي يكون عم يجاوب على الأسئلة، فهي بتكون حاطته تمرينات إن كان الرياضيات والعربي، هدفه يكتب هالخط، فأنا بالأول والثاني والثالث الإملاء طبعاً نحن عنا يعني الأسئلة ما بنجيب لهم إياها بهالصعوبة إنه يكتب فوراً، يعني ضع حوط أوصل، فالآن معلمة بالمدرسة تقرأ له الأسئلة مجرد ما إجت الأسئلة طبعاً بتيجي عم تتجول بين الطلاب وبتنبههم خاصة طلاب الأول بسؤال سؤال بتتأكد الكل جاوب عليه، يعني إحنا عادة الطفل بجوز مو الكل معه عم تقول لهم يلا جاوبوا معي والأسئلة قدامه بتقرأ لهم إياها، فبتتجول معهم تتأكد مين أجاب على السؤال هذا، السؤال الثاني يعني سؤال سؤال، لذلك نحن بالنسبة للأول والثاني والثالث دائما المعلمة ماشي معهم، بينما بالسنوات اللاحقة الانتقالية يطلع الطالب نسيان سؤال، يعني احنا بالبيت بتلاقي ليش نحن عنا في وقت امتحاني نص الوقت لينتهي نص الوقت نسمح له، بجوز هالطالب نسي ما منتبه بتلاقي خلاص جاوب وبده يمشي، فنحن هي السرعه بالعمليه يعني، فلذلك نحن بالبيت في عنا الاهل بيصير يحكي الاب كيف تجاوز هالمرحله بيحكي قصص، والله انا ابي امي ما ساعدوني لحالي درست لحالي تفوقت انا كنا نعمل كذا نطلع على البستان، يعني يحكي ذكرياته، فهي بتلعب دور بتعطي الهام للطفل بتعطي حماس، لكن خلينا نضوي شوي على موضوع كثير مهم لما عم نحكي نحن عن الاجواء الامتحانيه، يمكن صادفتنا بحياتنا انا او سلمى او اي شخص اجواء امتحانيه تكون مليئه بالتوتر، ممكن المعلمه المراقب باي يمكن مرحله عمريه مرقنا فيها ممكن هو يساهم بالطاقه السلبيه بنشر جو التوتر، قد ايه مهم كمان نحن مو بس الاهل نركز على المدرسين على المراقبين ان نحن بالعكس ننشر روح الطمأنينة بين الطلاب، إذا طالب متوتر نخفف عنه ما نزيد طريقة التفتيش الطريقة الصعبة بالتعامل مع الأطفال أو الطلاب نلغيها بشكل كامل لحتى تتم العملية الامتحانية بشكل هادئ ومريح للطفل. طبعا نحن بالنسبة للأطفال يعني مثل ما قلنا في هالأجواء بتأثر على يعني بتشعر التوتر بالكلام والشعر إن الكل مهتم المدرسة مهتمة الأهل مهتمين بهالموضوع هذا فبيشعر إنه هذا بيزيد قلقه بيزيد توتره طبعاً. فكل ما زاد القلق كل ما زاد يعني النسيان قل التركيز، فنحن بدنا ما بدنا نخلي الولد يتوتر، ما بدنا نشعره بأهمية الامتحان، نشعره بأهمية إنه يدرس ويتدرب، لكن بنفس الوقت ما نزيد، نحن بنعرف هالأطفال هون انتبهوا عندي هاي الدروس هاي المطلوب منكم هدول لازم تجاوبوا عليهم، فنحن الأم بالمنزل والأب طبعا ما يكون هناك في يعني يشعروا هذا الطفل بيعني يعطوه بعض الاشياء خلافات عائليه صوت عالي اذا ما جبت بصير هون يعني مثل ما قلت الاهل احيانا هن اللي بيزيدوا توتر بيخلقوا جو نوع من الضغط يعني مطلوب منك تجيب العلامه التامه مطلوب تكون افضل من رفقاتك كله مطلوب يعني احنا ما كثير نطلب فقط نقول له انت عندك امكانات نزرع الثقه المحبه بحنان يعني ونعود كمان المدرسين والمراقبين انه كمان ما يعملوا هذا الجو الصعب داخل ساعات الامتحان حسب
احنا هلا بالحلقه الاولى معلمتهم بتراقبهم، وممكن يكون مراقبه ثانيه بتساعدها من الاداريين. فنحن عاده جو المراقبه احيانا يعني اذا الطلاب الكبار بالانتقالي نحن مطلوب ضبط العمليه الامتحانيه، مطلوب ضبط، ما يصير نقل، ما يصير هون هون، كل طالب بتلاقي حاطط ورقه لانه في عندنا طالبين بالمقعد، فنحن مطلوب منها فقط باسلوب رقيق وهادي انه ممنوع تنقله، لا تطلع بورقه رفيقك، هي هي من شروط مراقب. يعني احنا اذا سمحت لهم بالنقل بدها تسمح لك، فنحن هي العمليه الامتحانيه الهدف انه هو بجهوده بيكتب طبعا، فما يعطي انتباه، مو جاي بالبيت حاسب حساب انه والله ينقل مرفيقه. فنحن ضروري من ضروريات، نحن لابد، نحن عاده في كثير مراقبات ما كثير بي يعني بيعطوا اهميه وبيعملوا حالهم عم يحكوا، بس عم منتبهين على الطلاب اذا عينونهم. فنحن هدفنا بالعمل الامتحاني لا هيك ولا هيك طبعا الصدق والامانه، وفي معايير الامتحان ما يكون هالطلاب بباله جاي لهداك تعبان كل الليل وعم يدرس ويتدرب وبيجي على انه يعطي، بس مجرد قال له واحد ولا اثنين اجابه اختيارات، فنحن صحيح عم يعطي حسنات بس بنفس الوقت هداك الثاني ما تعب ولا شيء. فنحن ما بدنا، يعني انا ما بحب هالعمليه هي انه والله النقل والى اخره، خاصه بالعمليات الاتمته بجيبها وبيوس يعني بيأشروا لبعض ما في اصلا عم بعد عم بعد. فنحن بالابتدائي ما في هداك النقل بينهم، يا حرام يعني اطفال لسه ما عندهم هالفكره الخبره، ما عندهم الخبره، بينما نحن بالانتقالي او بالشهادات بصير هيك شيء. لكن نحن المراقبين مثل ما قلت في البعض عنده يعني اسلوب معين، بخافوا من شكلها، بخافوا من طريقتها، نحن عاده في شروط انه بهدوء بالكلمه الحلوه نبهون ما يتم. فلذلك مثل ما قلنا كلنا مع بعض متوترين، المراقب متوتر يصير نقل، المعلمه، الام ناطرته برا جايبته مديته، فلذلك نحن بالامتحان ما نعطين له ليك عند الامتحان يكرم المرء والهان بالبيت، يعني عبارات كثيره ليك وشو صار نابليون كان يخاف من امتحانات هي للكبار. فنحن الاهل دائما بتوجيهاتهم وملاحظاتهم ما بيشعروا انه احبطوا من هالطفل، هو جاي كله اهتمام وحافظ ومركز المعلومات بذهنه كلمه من اهله او. فلذلك نحن الدعاء للولد انه الله يرضى عليك، دروس هاي بتجي امه لاحقت والله يرضى عليك احفظ هالشغل الله يرضى. فنحن عاده هي من الحلقه الاولى من الابتدائي ركزت بذهنهم انه هاي الموضوع دراسه وترسيخ وتثبيتها بالذهن. ويمكن استاذه يسرى يعني بعض الاخطاء اللي تمارس انه بيوصلوا الشباب والصبايا بعمر البروفي او حتى بالثانويه العامه بيكون عندهم رعب من هدول الشهادتين، يعني بيصير في حاله رعب، بيفكر انه هي الشهاده هي اخر الدنيا بالنسبه له، وخصوصا بالبكالوريا هلا قربت ايضا امتحانات البكالوريا. فخلينا نحكي كمان هلا صار خلال هي الفتره صرنا عم نشهد ضمن النظام التعليمي بعض خليني اقول شغلات البسيطه، يعني صار في دوره تكميليه للطلاب، فممكن يلحق نفسه بانه يحسن من امور علاماته ومن مجموعه خلال الدوره التكميليه. صار زماننا ما كان في دوره تكميليه بالثانويه العامه، كنا خلص خلصنا البكالوريا هذا هو الطريق اللي بدنا نسلكه مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي كمان عن فوائد هاي ونفهمهم انه هو صح بدايه مستقبل بس مو نهايه الدنيا. نعم نحن عنا بالمنزل عادة يعني بيتواجد أكثر من طفل، الأم مثل ما قالت صار عندها فكرة عن ابنها الكبير، صار عندها تدربت بالكبير، صار تعرف ده. فنحن هاي الفروقات الفردية جوا المنزل، في أطفال بتستوعب بسرعة، في أطفال يعني نحن لما تقول أنسي عم تشرح الدرس بتسأل سؤال بتلاقي واحد أو اثنين جاوب، ففي يعني عمر عقلي وعمر زمن، فهذا كلهم عمرهم 10 سنوات، لك تشوفي هذا اسرع بالنضج، اسرع بالفهم، اسرع بالكتابه، وهذا بطيء. فلما الام بتقول له انت بطيء، انت ما بتعذبني، اخوك ما عذبني، شوفي هالكلمه بتاثر كثير فيه. فنحن عاده هي الام عم تدرسه عرفت انه بطيء بالنقل، بطيء بالتعلم، بطيء، فنحن المفروض ما تقول له هالكلام هذا، يعني نقل هالعباره هي انت عم تعذبني، اخوك كان افضل منك، هي كلها احبطته واقلت من تركيزه ومن همته، مثل ما قلت زرع الثقه تشجيعهم. فنحن الفروقات الفرديه موجوده في هذا، يعني عندنا في نظريه بعلم النفس نظريه الذكاءات المتعدده، هذا الطفل بجوز ذكي بالرياضه فقط، بالرياضه متميز، نحن من هالباب او بالرياضيات بيعرف يحل مساله فورا، لكن ما بيقدر يحفظ، ما بيقدر يعبر، خطه سيء، فنحن الام او بالمدرسه يعني نحن من التفوق بماده الرياضيات نستطيع ان ننتقل هذا الشيء للمواد الاخرى. يعني الرياضي هلا بدي اقول لك الرياضي اكبر رياضي بالعالم وليكن ميسي مثلا بيعرف يحل مساله فيزياء مثلا،
فلذلك نحن نظرية الذكاءات بيكون ممكن ذكي بالرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بالمواد العلمية، أو العكس ممكن بالعربي ممتاز وخطه. فنحن عادة يجب أن ننقل هذا الشيء من تفوقه بهذه المادة المواد الأخرى. كما استطعت أنك تتفوق ستجدها سهلة ومنبسط له. يعني الأم بتقوم أو المعلمة تقسم الدرس إلى فقرات تبسط له تبسيط تفهيمه أنه سهل كتير. في كتير أطفال بيعتبروا الرياضيات صعبة كتير. الأهل بعتين أولادهم عند أنسي والله ما عم بفهم المادة. إيه بتشوفي هي فقط إذا إجا حدا بسط لك إياها وقال لك سهلة. يعني مجرد قلتي له ما بدي شيء، شوف ما أحلاها وما أسهلها تمرينها، حلي بسرعة قدام شايف. فنحن هالعملية هي لما شخص عم بيقول لك قبل ما تشوفي هالشغلة إنه صعبة كتير، حطيت بذهنك التهويل هذا من قبل الأهل. فكما قلت لك يعني نستطيع أن نحول هذا المتفوق بالرياضة إنه يتفوق بالمواد كلها. كيف؟ من تشجيعه، تحفيزه، وضع تبصيره بقدراته. أنت عضلاتك قوية استطاعت تركض وفاتك ما قدروا، معناتها أنت كمان قادر تتفوق عليهم بالرياضيات. فشوفي كيف التحفيز النفسي، إعطائه بعض الشحن والدعم النفسي والمعنوي طبعا من قبل الأب والأم في المنزل، بيبصروا بهالقدرات هي الذهنية والعقلية. وبالمدرسة كمان المعلمة تكون طبعا تعطي بعض المعلومات أحسن. شوفي العبارات الشكر، يا ممتاز يا أميري أحسنت، هالعبارة بتعطي شحن كبير إيجابي. فنحن دائما نبصر الطفل بالناحية الإيجابية بالمحبة. يعني أنت لما الأطفال مجرد كلمة حلوة بتلاقي طاير عقله. أكيد يعني كل عادة بنتذكر النجمة اللي كنا ناخذها أو المرحلة عم تعطي شوكولاتة بالمدرسة، عم تعطي أكل، عم تعطي هالعبارة حلوة. فنحن لذلك نحن في عنا فواصل منشطة بالعملية بالحلقة الأولى، كل ربع ساعة أغنية نشيد، واقفة ارفعوا إيديكم، سقفوا، غنوا، بتحطوا لهم شريط رددوا معي. يعني نحن ما بدنا نحب يعني إنه الترديد الجماعي، لا، فقرة معينة، كلمة معينة مشان ما يأثر على تركيزه. أكيد. لكن لما تشوفي بعيونهم الفرح والبسط، فنحن هي هيك يعني تعليمنا هلا مناهجنا بصراحة صارت فيها تعلم نشط، يعني تعاوني، محبة. ففي أطفال عندهم نوع من الدلال، مدلل كثير بالبيت، ما بده حدا يشاركه بالجواب. فنحن هون لغينا كثير من الأمور، فروقات في المنزل، في الدلال، وحيدة على أربع بنات، بنت مدللة، مسيطرة مثلا، في هلا حاليا التنمر. فنحن بالطرق التعاونية مع بعضهم يتعاونوا بالإيجاب والهيبة. فلذلك نحن بالامتحان كما قلت لك بتبصير هالأطفال بقدراتهم الذهنية والعقلية وتشجيعهم بالمنزل قبل ما أنه يذهب المدرسة. بالمدرسة المعلمة بتشجعه وبتتابعه، ولا تنسوا ولا سؤال، وبتتأكد من الكل. وطبعاً من هاي أستاذة يسرى، هي عملية تكاملية بين البيت والمدرسة، وأكيد نتمنى التفوق والنجاح لجميع الطلاب. طبعاً الحديث يطول، الوقت انتهى، وأكيد مثل ما قلنا بنتمنى النجاح والتفوق للجميع. نشكر كل المعلمين أكيد اللي عم يبذلوا جهود جبارة كمان لإتمام العملية التعليمية بنجاح وتفوق. شكراً لك أستاذة يسرى. يعني احنا هذا انه نطلب منه انه يكون يجيب العلامه التامه، ما يروح ولا علامه. وانت دائما يعني بدنا اياك الاولي، يعني خاصه نغير شوي من هي السياسه. يعني احنا الكل بيقول انا ابني الاولي، تسالي كيف ابنك الاولي جايب التامه الى غير. فنحن انه عم يطلب منه دائما يكون على هالمستوى ما ينزل. فهون كمان هو عنده مسؤوليه متحمله هالطفله. اكيد رح نرجع نحكي بحلقات قادمه عن تفاصيل اكثر. والمعلمه اللي ديري بالك هاليوم كانك تراجعتي. فنحن الاعطاء الشحن هذا حلو كثير. اكيد وصلت الفكره. شكرا كثير لحضرتك، وكل سنه وانت سالمين عاد عليكي. شكرا لك.